دفعت الظروف الاجتماعية الصعبة بالعرب ابن مدينة عنابة للمجازفة بحياته وحياة ابنه صاحب 6 سنوات عبر قوارب الموت، لكن وبعد وصوله سالما نحو الضفة الأخرى قابلته مصالح أمن إيطاليا بالتوقيف وتجريده من ابنه. التفاصيل نتابعها مع الزميلة فاطمة حمادي. والله اللي ربيته يعيط لي، نقول له شكون امك؟ يقول لي انت يما. والله يوزل ابن تاني في بلاده ما نحرقش، نروح سيسكي بلدي في الفلوكه. انا نحكي مانيش مليح، خلاص ما نرقد ما ناكل ما. بعد أن طلق زوجته التي حملته مسؤولية تربية طفل لا يتجاوز ال5 سنوات، دفعته ظروف الحياة الصعبة في الجزائر للبحث عن العيش الكريم في إيطاليا على قوارب الموت، مجازفا بحياته وحياة طفله الذي لم يخبر بعد أهوال البحر ولا مآسي الحياة. طلقت أمه وخلته لي ودادي أبوندونات وخلت جبته لي وراحت، ما قلت لها وين ديت ولي. رحت الطليان، رحت في فلوكا، قلت راح تعطي لاشون صاير بالك هذا، رايحين نروحوا في الفلوكا. قلت لولدي باللي رايحين نروحوا في الفلوكا، يعرف الفلوكا هو ولد بحر، بابا ولد بحر. قلت له فوالا بلي راح يروحوا في الفلوكا، قال لي روح نورمال، ما خاف ما والو. بصح بصح ريسك بصح. بعد 12 ساعة كاملة في عرض البحر يصل ابن مدينة عنابة الذي يقترب من عقده الخامس، وابنه إبراهيم الخليل الذي جاوز 6 سنوات بقليل إلى إيطاليا، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي سفن العرب. كانت واحد بين سجور في كالياري في سردينيا، من بعد رحت كيتي ايطاليا، رحت لاسويس، قعدت 6 شهور في لاسويس. بعد قالوا لي فوالا بلي انت عندك، كي جيت خطره الاولى اوروبا درت لي زومبرينت ديجيتال، درتها في ايطاليا، لازم ترجع ايطاليا. رجعوني من لاسويس من زيوريخ لكاتانيا في فول انا ولدي لو 1 سبتمبر 2016. من 1 سبتمبر 2016 حتى ل 20 فيفري جاوني الكارابينيري هذوما، جابوا لي قالوا لي فوالا بلي لازم، ما عطيتناش ورقه تثبت بلي الطول لولدك. من إيطاليا إلى سويسرا ومن سويسرا إلى إيطاليا التي طالبته سلطاتها بإجراء تحليل الحمض النووي لإثبات نسب الطفل. ريزلت بوزيتيف، ما رجعوليش ولدي بلي راه ولدي بوزيتيف. شحال عندها ملي خرجت النتيجة؟ خرجت لو 21 5 2017. طرق العربي كل الأبواب لكن لا حياة لمن تنادي، والأكثر أن القنصل الجزائري منح السلطات الإيطالية الإذن بترحيله إلى الجزائر دون الحديث إليها كما يروي لنا. أخويا واحد ما يهز، واحد ما يريبوند يا، وعبالو بلي عندي ولدي تم في الطليانة، خطرة بعثت لهم ليفري فامي تاعي، بعد درت لهم فاكس ليفري فامي تاعي، وفي لافين يعطيهم لي سي باسيبل بلا ما يشوفني ويخلي لي ولدي تم. مآسي العرب الذي يتوجع لفراق ابنه الذي لا يعرف ماذا يأكل ولا ماذا يشرب ولا كيف يربى تزيد خاصة في المواسم والأعياد. ديجا عندي 5 موا ملي هبطت من الطليان، وعندي 9 موا ما شفتش ولدي من 20 فيفري اللي فات. العيد الصغير ما كانش معايا والعيد الكبير ما كانش معايا، وجيت السمانة هذه المولد هو ما كانوش، الدري صار يلعبوا بالمحرقات. هي صرخة أب حراك جازف بحياته ليوفر العيش الكريم لابنه، فوجد نفسه دون فلذة كبده، فليستجيب القدر ويعود إبراهيم إلى أحضان أبيه.